مرحبا، حتى أحول الكلاس إلى جينيريك وأتعلم الجينيريك كلاسز، كل اللي أحتاجه يم اسم الكلاس أضيف هذه القوسين وأضيف بينهن فتحرف يمثل لي الجينيريك، وهنا استخدمنا التي اللي حتمثل لي كلمة تايب كما ذكرناها سابقا. طيب هذه الخطوة بس تحول الكلاس إلى جينيريك كلاس، شلون راح أجي أقدر أنشأ أوبجكت من هذا الجينيريك كلاس؟ بنفس الطريقة الاعتيادية راح أعرف اسم الأوبجكت، نقول my attachment، وهذا راح اخليه يساوي لي attachment. لما راح تنشئ كلاس من نوع attachment، بالحالة اللي تحتاج تنشئ كلاس تصير constructor، هنا راح تضطر انه تحدد ال type ولنقل string. اوكي، هنا انشأنا كلاس انشأنا object من هذا الكلاس اللي اسمه attachment، وبهذه المرة فقط كان string. طيب سترينج هنا في فقط ذاك الاوبجكت اللي ذكرناه اللي هي راح تمثل التي، راح اقدر استفاد منها كثير. كيف يعني؟ اقدر اعرف اوبجكت من هذا التي، يعني نقول انه عندي فايل من نوع تي. طيب هنا يعطيني ايرور لان انا ما عندي قيمه ابتدائيه، فممكن اني اشيله وأخلي الكونستراكتر لهذا الكلاس. إذا أول فائدة استفدت من عندها أنه أعرف property خاصية داخل هذا الكلاس من نوع T. أنا فقط مرة واحدة حددت الجينيريك، بعد ما أحتاجها بأي مكان أقدر أستدعيها. طيب أقدر أنشئ function اعتيادية مثلا set file أسميها، أو نسميها ما يستخدم كلمة set حاليا upload new file، وأقول له عندي file من نوع T. شوف هنا أنا لما نسوي generic class بعد أقدر أستخدم function اعتيادية وأستخدم T، لأن فقط مرة واحدة تعرفها بما أنه هذه function داخل generic class. إذا أنت بما أنه حددت type في بداية الكلاس، بعد راح تقدر تستخدمه بأي مكان. إذا الاستخدام الأول نقدر نستخدمه كبارامتر، نقدر نستخدم كبروبرتي، نقدر نستخدمه بالكونستراكتر، وأيضا نقدر نسوي function ترجع لنا، خلينا نسميها download attachment. طبعا احنا حاليا راجعين للستوري مال قصدنا، فقط انت تسوي ارسال الملف، تسوي له اتاتش الرسالة بالسوشيال ميديا اللي عندك، وهنا بكل بساطة تقدر تقول له return. هنا ما راح تقدر تدز اي قيمة مباشرة، يعني مثل ما تقدر تدز string، ما تقدر تدز integer، هاي معلومة ضرورية، لازم ترجع اجبارا انه قيمة بنفس التي الخاصة اثناء الانشاء، يعني لازم تكون القيمة 100% قيمتها تي. ليش؟ حتى المستخدم لما نستخدم الكلاس، انا اقصد المستخدم اقصد الديفلوبر الاخر اللي اشتغل على الكلاس مالتك، اللي يستخدم الكلاس مالتك وسوى منه اوبجكت، لازم يحدد تايب معين اثناء انشاء الاوبجكت، ونفس هذا التايب هو اللي راح تستخدمه بالريتيرن. فنفرض خلينا نرجع الفايل نفسه اللي اجانا من الكونستراكتر، لان هو حاليا اللي عندنا من نوع تي. اوكي، هسه صار هذا الكلاس الجينيريك، استخدمنا فاريبل من نوع هذا التايب، وايضا استخدمنا بارامتر، مررنا بكونستراكتر وريتيرن تايب، وبمكان واحد فقط ارسلناه. يعني هسه لو نجي نستدعي هاي الفانكشنز، هسه انا صار عندي كونستراكتر ما في شيء، لا missing اي هنا. طيب لو تجي تقول له my attachment dot download attachment، شوف شنو الصيغه اللي خلي الاوتو كومبليت يطلع. ركز لي على الاوتو كومبليت، الصيغه اللي تطلع لي سترينج. ليش؟ لان انا بكل بساطه لما انشات هذا الاوبجكت حددت انه البارامتر تايب او تي اللي عندي هنا راح يكون سترينج، فاذا هاي دائما حترجع لي. طيب لو اقول معي اتاتشمنت دوت ابلود فايل، راح ركز وياي string. إذا بهذه الطريقة
طبعا كده راح تنشئ شيء من نوع string اي شيء. وبهذه الطريقه راح تقدر انت تسوي الجينيريك كلاس، حنستفاد منه كثير كثير بحاله انه ردنا نخلي فد داتا تايب معين. اذا احنا عرفنا كيف نتعامل ويا الجينيريك كلاس بكل بساطه، لكن نحتاج توضيحات وامور وحالات اكثر عليه. يعني راح اسالك سؤال بنهايه هذا الفيديو يخليك تفكر حتى تستعد الفيديوهات القادمه. هل من المعقول انه اني اتاتشمنت ممكن يكون من كل انواع الكلاسات؟ هل اكو اتاتشمنت نوعه سترينج؟ الاتاتشمنت اتوقع اني مثلا ممكن مقطع صوت، ممكن يكون صوره، فيديو، او فد فايل مثلا بي دي اف الى اخره. فلهنا انتهى هذا الفيديو، منتظركم الفيديوهات القادمه ان شاء الله.